جوزك. مرحبا طن جورجيت. مرحبا. لا مرحبا ولا بونجور ولا اورفوار. خلص. انت بتشوفني عم بضحك انا؟ لا بس انه ليش ما بتعرف شو بيقول مثل؟ لا. ها؟ انت اذا بيشوف اسنانه لاسد مش معناته انه اسد بيعمل دعايه لمعجون اسنان. الله. اه مزبوط. هلا شو الفكرة؟ انا هلا بدك يعرف انت هيدا اديلو ليش ما بيطلع على مهرجانات ارز؟ ليش اسمه اديلو؟ اديلو لان اذا بيقول اديل بفهم انت. اه اوكي. انت اديل. هو اديلو. اديلو مع ايه ولا هو؟ اديلو. هو اديلو. لو بضحك شوفي. انت ما تحكي ولا كلمة ام جورجيت. مثل ما اتفقنا ومثل مني قايلت لك بتحكي عن الموضوع اللي كنا عم نحكي عنه هذيك الساعه. اوكي بس انا بدي افهم كيف ام جورجيت بتحكي ارمني وانت بتحكي كوراني عم تفهموا مع بعض؟ بس بدي افهم. بضربه هلا ولا بعد شوي؟ هلا جايبه ام جورجيت لحتى تدافع عني كرمال لما بدك تطلع. ايه 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 لان انت بياخذ وش بتكتر. انا بدك اعرف هلا مين اللي عم بيطلع على مهرجانات ارس احسن من اديلو؟ مين؟ بيير شاماسيان. غيره؟ اه غيره. عباس جعفر. هيدا؟ هيدا بعد كبلد. هيدا يعني اول شيء يعني واحد. مش هيدا انت؟ مش هيدا انت عباس؟ هيدا جعفر. انت شو اسمك انت؟ ولا يعني هيدا انا واحد. بدي اعمل ام جورجيت اقعد عائل انت ما حدا قرب حل عنا يعني ناقصنا يعني حالي ما بفهم. ام جورجيت كفي. يا ام جورجيت قولي. انا ما خصني هني مهرجانات الارز ما استدعوها. انا شو بعمل؟ شو خصني انا؟ انت مش بالمهرجانات تبع ارز؟ بلا انا إيه؟ ايه شو يعني؟ شو قول. هي عادل. مين عنده غير عادل؟ مزبوط. مين عنده غير عادل؟ طيب تعرف بكره حطلعها معي بتساعدني بس البس لا هي بطلع سوبر ستار على ارز. هي سوبر ستار برات الارز. ايه اوكي. وين ما كان سوبر ستار حبيبي ام جورجيت. خلاص خلص. بوس. برافو. شو اديل بسامحه؟ سامحي ام جورجيت. يلا معلش. زعفة كبيرة لبيير شاماسيان.